أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي من الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين في المدارس الحكومية. نشرت الوزارة عبر صفحتها رابط التقديم عبر المنصة المخصصة للتسجيل، حيث سيكون أقصى موعد للتقديم عبر المنصة يوم الخميس الموافق 20 من تموز. من عمان ينضم إلينا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد المساعفي. مساء الخير وأهلا بك معنا دكتور أحمد في أخبار المملكة. أبدأ معك من عدد الداخلين على هذه المنصة وقدرة المنصة أيضا على التعاطي مع التزايد في استخدامها. مساء الخير أختي أريد لكل جميع المتابعين. سيدتي تعلمين بأنه اليوم تم إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل الطلبة للصف الأول للعام الدراسي القادم. طبعا هذا الرابط يستهدف الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين الذين يريدون أن يدرسوا في المدارس الحكومية، أما الطلبة الذين يريدون أن يدرسوا في غير المدارس الحكومية مثل القطاع الخاص ووكالة الغوث والثقافة العسكرية فهؤلاء يكون تسجيلهم كالمعتاد بالذهاب مباشرة إلى المدرسة. اليوم تم إطلاق الرابط وتأتينا التغذية الراجعة الإيجابية من خلال دخول ولي الأمر عبر تسجيل حساب يوزر نيم وباسورد، ثم يقوم بتسجيل البيانات للطالب ويختار المدرسة. طبعا ست أريج هذا لا يعتبر قبول، هو يعتبر قدم طلب للتسجيل. يقوم مدير المدرسة بالدخول إلى المنصة عبر حسابه الخاص ويقوم بقبول الطالب، عندها يكون الطالب قد قبل في الصف الأول للعام الدراسي القادم. طبعا الأعداد لغاية الآن لم نحسبها لأنه التسجيل مستمر، هذا هو أول يوم، وبالتالي هناك ضباط ارتباط في كل مديرية التربية والتعليم يمكن لولي الأمر أن يتواصل معه من أجل أي أمور فنية تتعلق بالمنصة. هل نتوقع تمديد لفترة التسجيل؟ وأيضا ما هو العدد المتوقع للطلبة الذين من المتوقع أن يسجلون عبر هذه المنصة؟ أعداد متوقعة؟ يعني إحنا الطلاب اللي درسوا رياض الأطفال في مدرسة حكومية ويريدون أن يدرسوا الصف الأول في نفس المدرسة، هؤلاء لا داعي لأن يسجلوا على المنصة لأنه بياناتهم سوف يتم ترحيلها تلقائيا عبر منظومة الأوبن إمس. لذلك احنا في كل عام دراسي تقريبا عدد الطلاب اللي يسجلوا للصف الاول في جميع القطاعات تقريبا 200,000. لا نستطيع ان نعرف العدد الان لانه الطلاب هنا يذهبون الى القطاع الخاص، يذهبون الى الثقافه العسكريه، يسجلون في المدارس الحكوميه. لكن نحن نتابع المنصه يوم بيوم والاعداد انا اتوقع انه يعني 20/7 راح يكون الجميع قد دخل وسجل الى هذه المنصه. ونحن ملزمون بجميع بقبول جميع الطلبة في الذين يريدون أن يسجلوا بالصف الأول. تعرف هذه مرحلة تعليم أساسية وإحنا واجبنا في وزارة التربية والتعليم أنه يعني جميع الطلبة الذين يرغبون بالتسجيل في المدارس الحكومية أن نقبلهم إن شاء الله. طيب ما هي توقعاتك دكتور أحمد بأعداد الطلبة داخل الصف الواحد لطلبة الصف الأول هذا العام؟ يعني هذا يختلف من مدرسة إلى المدرسة حسب الضغط السكاني اللي تقع فيه المدرسة. عندنا في بعض المدارس 20 طالب، في بعض المدارس 25، في بعض المدارس قد يصل إلى 35 وأكثر من ذلك. هذا يعتمد يعني على موقع المدرسة من مكان إلى مكان. طيب أتيت على ذكر عدد الطلبة المنتقلين من الخاصة إلى الحكومة وبأنه يعني الأعداد لا يمكن أن تكون واضحة الآن وبأنه هناك هجرة بشكل أو بآخر من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، ولكن بناء يعني على الأعداد أو الأرقام التي رصدت في العام السابق، هل نتوقع زيادة هذا العام؟ هل نتوقع ثبات العدد؟ هل هناك يعني صورة واضحة عن أعداد الطلبة الذين من المتوقع أن ينتقلوا من الخاصة إلى الحكومة؟ يعني ست أريج بتعرفي أنه موعد انتقال الطلبة بين المدارس هذا يتم تعميمه على الميدان. في كل عام نقوم بتعميم هذه الأسس على الميدان وتكون بعد اعتماد النتائج المدرسية السماح بفترة انتقال الطلاب وتستمر حتى أول شهر من بدء العام الدراسي. يعني احنا نتوقع أنه الأعداد تكون مشابهة للعام السابق. بتعرفي الآن كان أيام كورونا شهدنا انتقال كبير من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، لكن أيضا شهدنا بعض الطلاب الذين ينتقلون من الحكومي إلى الخاص، وهذه الأعداد
نستطيع أن نحصيها بعد أن تنتهي فترة القبول والانتقال بين الطلاب اللي هي كما قلت لك أول شهر من بدء العام الدراسي. أشكر وجودك معنا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد المسعفة، شكرا لك.